واخيرا خيك حط عقل براسه وعم يشتغل منيح مع عماد. لك مازال عرض على بيك مصاري، تخيلي. خبرتني مام، بس فكرت عم بتبالغ لحتى تستر على وائل مثل العاده. بس الحمد لله اذا مثل ما انت عم تحكي، مع اني ما كثير بستنضف الشغل مع عماد. وين صارت هالقهوه؟ هلا بيجيبوها. يي كل الخدام هيك عندكم لقمه ولا بس هيدي والجمكش؟ لا يا المنا خاتمه هون. اه والله تقرب جوزك؟ لا ابدا، بيك المسؤول هون على العمال، بس انقتل قبل ما نحن نجي، مشان هيك ما له قلب يشحطها، حتى بيعاملها كوحدة من العيلة، غير انه هي من الاساس بتشتغل هون. هو انت طايقة هيك الوضع؟ اكيد لا، بس شو بدي اعمل؟ نورا مش شايفتك مبسوطة. مش طايقة عمتو، مش طايقة، من أول ما جيت لهون وأنا أتعس إنسان على وجه الأرض يمكن. إيه حبيبتي، طب وليه ما بتحكي؟ خبريني شو فيه؟ تفضلي مدى. ميرسي. بتريدوا شي تاني؟ إيه بليز، بدها تطلعي تشوفي إذا أوضت عم تجهزت. أنيب أنيب يي مينو شريح شو في؟ أما هلكم؟ لا أما هلكم ركان؟ لا يا ركان دخلك. لا عمي خلي راسك. لا أما هلكم؟ ركان حد قايل لنا شو صار؟ كنا راجعين الأرض أنا وياه أول صار هيك. بليز أما هلكم على راسك؟ عايش؟ قولوا لي بعده عايش؟ إيه بعده عايش، غايب عن وعي بس قديم حكي الحكيم بسرعة. نايغا جيب الشاش ودواء، بدنا مي كمان، حدا يجيب مي. يلا يلا استني. حصل لك شيء؟ صابوك؟ لا. مين اللي قوص عليه؟ ما بعرف. شو قصدك يعني؟ لكن لو بدقيت له كنت خلصت عليه، ما كنت حملته وجبته لهون. بتعرفي شو؟ اهتم فيه انت. حكيك مهتم فيه اكثر منك مهتم فيي، زيحك. ساعدكم مالكم عليه عم مالكم